شاركت قوى لبنانية ولو تابعة لدول أخرى في ذبح الشعب السوري لم يكن مقبولاً لدى الأغلبية الكبرى من الشعب اللبناني. الاقتصاد اللبناني يحتاج إلى مزيد من الثقة، وهذا لا يأتي بعلاقات مشبوهة مع أحد. فيما لو عاد حزب الله إلى لبنان من سوريا، هل تحل المشكلة معه؟ ما في 7 أيار جديد، ما حدا بلبنان بيقدر يعمل 7 أيار جديد، لأنه 7 أيار جديد يعني إطلاق أو انطلاق حرب أهلية جديدة في لبنان. وزير التربية والتعليم العالي في لبنان مروان حميدي ضيف الحلقة القادمة من برنامج لقاء خاص، يأتيكم في الأوقات التالية.